بحب أهدي صباحي لكل الأسرى ولكل الشعب الفلسطيني. أنا اسمي خالد نازك مطلق إزابي من جنين الفندق رومية. بهدي أحر السلامات إلى ولدي في الرياض بالسعودية، وكذلك إلى جميع أهلنا في شويكي آل حامد، وفي كندا وفي أمريكا وفي كل الأماكن الأخرى. وأتمنى لهم التقدم إن شاء الله، وأن يكونوا مبسوطين وبصحة جيدة. هم هيثم نعيم عبد الفتاح بيطار من تور كريم، يصلح ثلاجات وغسلات. أهدي سلامي إلى الوطن كله وتور كريم والأهل والحبايب والفجر الجديد، إذاعة الفجر الجديد. ناصر فحماوي، كابيتال، محل الألبسة الرجالية. أحب أهدي صباحي لجميع أصدقائي وأهلي وأحبابي ولجميع أهل تور كريم. عائشة أبو دية، معرض الأديب للملابس الداخلية والكوزماتيكس. بهدي صباحي لفلسطين، للأسرة، للشهداء، لبيتي، لعائلتي، ولأخوي بالذات خليل، الله يشفيه يا ربي، وشكرا لكم. طبعا للفجر الجديد، بشكر تلفزيون الفجر على التطور السريع اللي فعلا أثبت حاله قدام المحطات من نشكل محلي أكثر من محلي، وما مجاملة. أنا كثير مبسوط من برامجكم ومن طلتكم ومن الدعايات اللي بتقدموها بطريقة مليحة ومصداقية وللأمام، وإن شاء الله إنكم بتتقدموا أكثر وأكثر، وهذا فخر لمدينة تور كريم. صباحي لكل النشطاء، لكل اللي بصحوا بكير بروحوا على عملهم، لكل الناس اللي نبلاء اللي بحبوا سعادة، أنا بهديهم، لزوجتي ولأولادي كمان بهدي سلامي. جزاً شكر عبد الله منصور السرولي من تول كرم، صاحب من ماركة الأقصى في تول كرم. بهدي سلامي وشواك كبير لكل عائلتي وأصحابي وأصدقائي وزبائن المحل والأسر والشهداء، للشهداء وللأسرة إن شاء الله، وربنا يفرج عليهم ويخرجهم بالقريب العاجل إن شاء الله. وسلام وتحياتي لكم جميعا، وكل احترام لتلفزيون الفجر اللي أتاح لي هاي الفرصة إني أقدم هذا الصباح. وكل عام وأنتم بخير بالنسبة للسنة الجديدة، وبارك الله فيكم، مشكورين جدا. كمان صباحي لزوجتي اللي هي شاركتني درب حياتي من البداية حتى النهاية، ولأولادي وأبنائي. عامر بدي من تول كريم، بحب أهدي صباحي أول إشي لستي الوالدة، لأمي، ولأهلي وقرائبي وأخوتي المتغربين برا البلد، ولتول كريم بشكل عام، لفلسطين، ولتلفزيون الفجر أول إشي. يعني بصبح على زبايني من محلات المسلماني وعلى قرايبنا وعلى زوجتي.